اهلا وسهلا فيكم متابعينا على قناة تيك اي كيو. اليوم بدنا نحكي عن بارت كتير مهمة الى دخل بكل البرمجة عموما اللي هي داتا تايب. انا وقت اللي بدي خزن حيالله فاريابل، كانت رقم كانت كلمة كانت جملة، فبدي احجز لها مطرح بالميموار. لهيك الافضل انه احجز لها اقل مطرح هي بعزلة لها لحتى يكون بروجرامي اسرع. بالسي شارب عاملين كذا تايب، هنمرق عليهم ونعمل اكزرسيس عنهم اكزامبل لحتى نشوف كيف نشتغل فيهم. اول شي منبلش مثل ما مبين عندي هون بالبايت. البايت هو مؤلف من 8 بت، يعني من 0 لل 255. ما بقدر احط رقم اكتر من 255. اذا الارقام اللي عندي اياها هي من 0 ل 255 ماكسيموم، فالافضل اشتغل بالبايت، هيك باخذ مسافه اقل. اما اس بايت كمان هو 8 بت بس، ولكن هو فيه رقم نيجاتيف، يعني عندي من ناقص 128 ل 127. فاذا عندي هون رقم نيجاتيف مثلا ناقص 2 ناقص 3، ما في يروح حط بايت قبل عرف عليها. الشورت هي مؤلفة من 16 بت، وفي ان شورت اللي هي بوزيتيف لوحدها، يعني وقت اللي حط اس اذا كان هو اساسا التايب بس بوزيتيف، الاس معناتها انه في عندي بارتي نيجاتيف، واذا كان التايب هو فيه نيجاتيف بوزيتيف لحتى اخد كله بس ال 16 بت بتبعه اللي عندي اياهم للبوزيتيف بحط له قبله حرف يو. انتيجر، انتيجر كمان هو رقم مثل ما بنعرفه انه ارقام عادي 1 2 3 4، وممكن يكون نيجاتيف ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4، وهو من 32 بت. اذا بدي اذا الارقام اللي عندي هون كلهم بوزيتيف وبدي كبر الرقم، احسن ما اروح انقل لللونج، لانه اللونج هي 64 بت اكبر من الانتيجر، بروح بعمل انساين، يعني بس حط له اليو قبلها كاني نقلت لللونج. فاحسن ما اروح كبر انا الحجم اللي بدي اخدها 64 بت، بفضل اخد 32 بت ولكن كله بوزيتيف، لانه انا رقمي هو بس بوزيتيف. كذلك الامر للكل، عندي يو لونج هو 64 بس ولكن بس بوزيتيف، عندي الفلويد، عندي الدبل، هاو الارقام اللي فيهم فواصل مثل ما شايفين هون، عند الرقم هو 32 بت كمان بوزيتيف نيجاتيف، واللي اكبر منه هو الدبل. بيرجع عندي الديسيمال، وعندي تشير اللي هي مجرد ما يكون تشير يعني بس حرف، لنفترض A أو B أو C. بوليان، البول اللي هي معناتها يا ترو يا فولس، ما بيعطيني جواب إلا صح أو خطأ. عندي الأوبجكت، عندي السترينج اللي هي كتير رح نستعملها اللي هي الكلمة، وعندي الداتا تايم. طيب هلا هودول كتير اشياء مستعملين بالسي شارب وبغير برمجة، يمكن بيختلفوا في وحدة زايدة وحدة ناقصة، ولكن موجودين بكل البروغرامات عموما. هلا حننتقل دغري على اكزرسيس تطبيق لحتى نشوف كيف بيشتغل. انا هون كلمة ما اكتب واخد كتير وقت، فتت لهون كتبت انتيجر، سميت ماي فاريابل وحطيت بقلبها رقم، رجعت عملت اللونج حطيت بقلبها رقم اكبر، والفلويد حطيت بقلبها رقم فيه فواصل، كله فيه فواصل. هون الشير حطيت حرف، سترينج حطيت كلمة، واخر شيء حطيت كونسول رايت ماي فاريبل. هلا انا اذا بدي اجرب الانتيجر فبيجي لهون بمحي الانتيجر لوحده، ومثل ما اتفقنا انه هول الاثنين هي كومنتير، كومنت يعني ملاحظة، وهلأ صاروا ضمن البروغرام، ما علي إلا فوت كنترول اف 5 مثل ما اتفقنا وشوف شو بيعطيني. دايما مثل أول ما منبلش بالبروغرام بيطول ليفتح، عطاني الرقم وقال لي press any key to continue. إذا كبست مثلا بيمشي، هجرب اللي وراها long كمان كنترول اف 5 بيجي بلاقي اعطاني الرقم. هلا باللونج في يجي بالاخر هون زيد حرف ال، لانه هي اللي بترمز كمان انه لونج، واعمل كنترول اف 5
ويعطيني الجواب مثل ما هو. اوكي، فوراها حط حرف اف، عامل كنترول اف 5. طيب هلا اذا بدي اعمل الدبل، سوري، لانه صار عندي اثنين، لحتى اقدر ميزها بينه صار عندي الدبل. كمان هحط له اذا ما بدي اياها للدبل بقدر احط حرف د مثل ما اتفقنا، حرف د، واعمل كنترول اف 5 تزبط. كمان بوليان قلنا ممكن تكون ترو يا فولس، حط كنترول اف 5 هتعطيني ترو، واذا نقيت الاحتمال بدل الترو حطيت فولس، وعملت كنترول اف 5 هتعطيني فولس، يعني كله لحديت هون ماشي حاله. اذا كمان حطيت هاي دومين كومنت اير وحطيت شير مثلا حرف، مثل ما ذكرين انه الحرف منحطه بين اتنين ابوستروف، بعمل كنترول اف 5 بيعطيني الحرف ب. واخر شي رح اشتغل عليها هي السترينج، اما الاوبجكت والداتا ما رح اشتغل عليهم داتا تايب. هلو وورد، شفتوا؟ وهون هيك بنكون اخذنا تقريبا اكزامبل عن كل شي عنا اياه.